وسهلا بكم جديد، معي أنا سعيد السعدي في حلقة جديدة على قناتي الحكمة العربية. اليوم سنتفاعل مع الخرجة الأخيرة للسيد أحمد الريسوني، أحمد الريسوني الذي هو رئيس اتحاد علماء المسلمين، وبتلك الخرجة أشعل العديد من الأقلام وأسال كثير من الميدان، وهي المواقف التي كانت متباينة طبعا، الذي يعني يدافع عن الصحراء المغربية فيراها بأنها تشمين للوحدة المغربية، خاصة من شخصية ولو أنها مغربية لكن تشغل موقع اتحاد علماء المسلمين، وبطبيعة الحال أقلقت العديد. الآن سنتفاعل مع هذه المداخلة وسنحاول الوقوف عند بعض الجوانب. قضية الصحراء على كل حال ما نؤمن به قطعا، وأنا شخصيا أنا على فكرة على الفاسي، سبق أن ذكرت حتى أن حتى وجود موريتانيا غلط، فضلا عن الصحراء. فالمغرب يقال بأنه على فكر علال الفاسي، علال الفاسي ما نظرته للموضوع. علال الفاسي بحكم أنه رجل قرويين، عالم القرويين، خريج القرويين، رجل بخلفية تقليدية، فإنه درس العديد من الوثائق التقليدية والوثائق العتيقة التي بيّنت بأن فعلا كانت بيعة من العديد من أعيان قبائل الصحراء إلى سلاطين العلويين، وبالتالي بحكم هذه البيعة يمكن أن نتلمس منها شرعية تاريخية للصحراء المغربية. وعلال الفاسي كان يرى بأن الصحراء مغربية وأيضا موريتانيا مغربية، وهذا هو الأهم، لأن موريتانيا بقيت مغربية. وعلال الفاسي صاحب الرؤية والتكوين التقليدي كان يعني يختلف نوعا ما مع بعض أقطاب داخل حزب الاستقلال، مثل مثلا المهدي بن بركة أو عبد الله إبراهيم وبعض الأسماء الأخرى، الذين رأوا بأن لا غضض أن تنفصل موريتانيا عن المغرب، لأن في حدود معينة كانت تابعة للمغرب، وكان شيوخها يبايعون محمد الخامس. ولو أن بعض أقطاب حزب الاستقلال مثل عبد الله إبراهيم أو المهدي بن بركة لم يكن ذلك مؤثرا لهم أن تنفصل موريتانيا عن المغرب، فإن الأمر ترك غصة في قلب علال الفاسي، الذي من خلال تكوينه كان يعلم بأن أعيان موريتانيا والصحراء عموما كانوا يبايعون السلاطين العلويين. ولنتذكر جميعا خرجة شباط التي قال فيها بأن موريتانيا كانت جزء من التراب المغربي، ويعني أشار إلى ما أشار إليه، فأقامت الدنيا ولم تقعد من حوله. نقطة أخرى يجب أن ننتبه إليها، بأن صاحب أي تكوين عتيق إذ تبع منهجية علال الفاسي فقط عن سيصل بأن موريتانيا مغربية والصحراء مغربية، لأن الدولة المرابطية الإمبراطورية المرابطية التي انتشرت على جغرافية واسعة ووصلت إلى الأندلس انطلقت من الصحراء، انطلقت إلى الصحراء، ففقهاء الدولة المرابطية انطلقوا من الصحراء ثم دخلوا إلى المغرب. إذن فحسب الدولة المرابطية التي تبعت سنتها الدولة الموحدية والدول التي جاءت بعد ذلك، فالصحراء فالمغرب هو بناء للصحراء وليس العكس، فالمغرب بناء للصحراء وليس العكس، فلم تنطلق الدولة من طنجة أو الرباط لتمتد إلى الصحراء، بل انطلقت من الصحراء لتبني المغرب الأقصى. مشكلة الصحراء صناعة استعمارية، وللأسف أن تتورط دول شقيقة ودول عربية إسلامية في دعم بل في تبني هذه الصناعة الاستعمارية. الصحراء مشكلة صناعة استعمارية، أنا أتفق معه 100%، أنا أتفق معه في هذا الأمر، وأرى بأن إسبانيا كان لها نية بناء دولة، ولما فشلت في الأمر وانطلقت بعد ذلك جبهة البوليزاريو، بل حينما تحولت من جبهة تحريرية إلى فكرة انفصالية، آنذاك إسبانيا دعمت الأمر. فحلم إسبانيا قيام دولة في الصحراء تابعة لها، هذا كان حلم فرانكاوي. وفي البداية زعماء البوليزاريو لم يكن لهم الغرض
في بناء دولة مستقلة أو انفصال على المغرب، لكن المشكلة غياب الديمقراطية وانفراد الحكم بالملف وعدم إشراكه للمغاربة، بل وقمع المغاربة بداية بجيش تحرير كون عند الصحراويين أو بعض الصحراويين لاحقا فكرة الانفصال. فالذي بنى البوليزاريو الشهيد مصطفى الولي السيد في البداية كان مناضلا من أجل تحرير والذهب والساقية الحمراء، لذلك بنى الجبهة. مؤشر آخر يدل على أنه لم يكن فصاليا هو أنه كان ناصريا قوميا إلى حد ما بعتيا، أي أنه كان عروبيا، والعروبي لا يمكن أن يفصل، القومي العربي لا يمكن أن يفكر في الانفصال. فكر القومي العربي هو نقيض من الانفصال. فكر القومي العربي لو أراد أن يسهل المبادلات التجارية والاقتصادية إلى حدود قصوى فإنه سيذهب بعيدا في ذلك، ولا يعتقد فقط الصحراء المغربية، بل يوحد فكرة المغرب العربي إقليميا على الأقل. لذلك فمصطفى الولي السيد لم يكن فصاليا منذ البداية، لكن أخطاء الحكم هي التي أوقعته في ذلك. لهذا كان الصحفي محمد باهي رحمه الله كان يقول لمجموعة من رفاقه الذين كانوا يتبنون الفكر التقدمي والتحرري واللينيني في بعض الأحيان، كان يقول لهم: لا تجعلوا لينين خادما عند فرانكو. الآن معالجة قضية الصحراء تتم بمعزل عن الشعب، لأن معالجة قضية الصحراء بمعزل عن الشعب هو الذي جعل بعض المسؤولين يتوهمون أن إسرائيل تنفعنا، فلنأتي بإسرائيل. لكن لو كان الاعتماد على الشعب، الشعب 35 مليون مستعد أن يجاهد بماله وبنفسه معالجة قضية الصحراء تتم بمعزل عن الشعب، هذا صحيح تماما، هذا صحيح تماما. من بين أكبر الأخطاء التي ارتكبها الحكم في المغرب هي سحقه لجيش وتفكيكه لجيش التحرير، في خاصة في الجنوب. فجيش التحرير حرر مناطق واسعة من الصحراء المغربية، وكان في تلك المراحل التي بدأ فيها التراجع بحكم توحد فرنسا وإسبانيا، خاصة في معركة المكنسة، كان يجب من الحكم دعمه وليس التآمر من أجل تحييده تماما. يعني حينما تكون الأمر في الرهان على الشعب فيتم تحقيق إنجازات كبيرة. نشاهد مثلا المسيرة الخضراء، شاهدنا مثلا المسيرة الخضراء، مسيرة الخضراء حققت نتائج مهمة، وما زال إلى حد الساعة كل مغربي راهنت عليه من أجل تحرير مقدسات ترابية فإنه لن يقول لا. لكن الخطأ بأن نظام الحكم جعل كل صلاحية هذا الملف في يديه ولم يراهن على الشعب، والأخطر من ذلك أنه أصبح الآن من بعض الأصوات سامحهم الله الرهان على العدو الصهيوني. فللأسف كل مشاكلنا هي نتيجة الاستبداد. فمحصلة التطبيع مثلا، محصلة التطبيع نتاج لاختيارات خاطئة للدولة المغربية، اختيارات خاطئة ناهجتها الدولة المغربية، ولم تستفتي ولم تأخذ رأي الشعب في الموضوع. النتيجة بعد سنتين من التطبيع، نتيجة توتر العلاقات بين المغرب والجزائر. تبقى الجزائر حقيقة جغرافية، تبقى الجزائر أيضا حقيقة اقتصادية. إذن كما قلت المحصلة زاد التوتر بين المغرب والجزائر، كان لذلك التوتر انعكاسا على الخطوط، على قطع العلاقات السياسية، وهو الذي أيضا أدى إلى قطع إمدادات الغاز. والمغرب يواجه مشكل على المستوى الطاقي، كما يواجه مشكل على المستوى الحبوب، خاصة بعد الأمن الغذائي عموما، خاصة بعد اشتعال الحرب في روسيا وأوكرانيا. المحصلة أن تعمقت الأزمات، لأن مثلا الإسرائيليين أتون في المغرب لاستنزاف الفرشة المائية، قيام بزراعات لا تصلح إلى، خاصة في هذه المرحلة لا تحقق الأمن الغذائي. فكل اختيارات هي تعبر عن اختيارات خاطئة للدولة في هذا الأمر، ووجب تصحيح هذا الاختيار والإنصات إلى الشعب. هذا رأي السيد أحمد الريسوني. فإن المغاربة مستعدين للدفاع عن الصحراء، لكن بهذه الاختيارات تبعد المغاربة عن التلاحم الذي عرفناه على المغاربة
التلاحم الذي يعبر عن انتمائهم إلى الأرض، يعبر عن انتمائهم إلى مقدسات الوحدة الترابية المغرب.